كثير بخاف سافر، بخاف سافر واكتشف انه سبب قلة انجازي مو الكهرباء والمي ولا اللابتوب اللي مراحه عطلانه ولا المواصلات اللي بتأخرني عن شغلي ولا انه ما في تكييف وما في تدفئة ولا انه كل شيء بحياتنا هون بيعتمد على الانتظار. خاف كون انا السبب انه كان فيني انجز وكان فيني اعمل وكان فيني ساوي، بس انا عم باخد هدول الشغلات كل انحجر. خاف انه ما عاد عندي حجة، ما عاد عندي حجة للتأخير والمماطلة، ما عاد عندي حجة للكواليتي القليلة بالشغل مثلا، او انه ليش صار عمري كذا وانا لسه ما عملت، او ليش لسه ما جربت، او ليش لسه ما رحت. بخاف سافر.